إذا كنت تنوي مشاركة مستند أوفيس مع أشخاص آخرين، سواء بالبريد الإلكتروني أو بغيره من الوسائل الرقمية، يجب أن تقوم أولاً بإزالة أي معلومات شخصية أو خاصة يقوم برنامج أوفيس بحفظها مع المستند. للعثور على هذه البيانات وإزالتها، يمكنك استخدام خاصية Document Inspector. افتح المستند الذي تريد إزالة المعلومات الحساسة منه، ثم افتح تبويب فايل واذهب إلى Info. كما تلاحظ الآن، فإن أسماء الأشخاص والحجم وغيره من المعلومات موجودة. أما بعد الذهاب إلى Inspect Document، ستظهر نافذة Document Inspector. تأكد من وضع علامة أمام كل خيار ترغب في فحصه، ثم انقر Inspect. ستحدد نافذة Document Inspector إذا كان المستند يحتوي على أي معلومات حساسة، وسوف يضع عندها علامة بشكل علامة تعجب. اختر Remove All لحذف أي معلومات حساسة، كما أن هذه المعلومات لا يمكن استرجاعها بعد ذلك، ثم انقر Close. كما تلاحظ الآن، فإن جميع المعلومات تمت إزالتها.